السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. ورد الآن قرار خطير لبنك صنعاء يضرب بنك عدن بالضربة القاضية، وإلى التفاصيل. أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم الجمعة قرارا بحظر التعامل مع 13 بنكا في عدن ومناطق نفوذ البنك المركزي في عدن. وقال البنك إن القرار يأتي لمخالفة البنوك والكيانات المشمولة بالقرار لقوانين البنك المركزي بصنعاء النافذة، بالإضافة إلى مزاولتها أعمالا مصرفية بدون ترخيص ومخالفتها أحكام غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف أن البنوك والكيانات المشمولة بالقرار قامت بتسريب وإفشاء وتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها. وأشار بنك صنعاء إلى أن كل من يخالف القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره. ونص قرار بنك صنعاء على حظر التعامل مع البنوك التالية: بنك القضيبي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن، بنك الشمولي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك نماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بندول للتمويل الأصغر الإسلامي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.